يبدو أن التحركات الشعبية المقموعة بعنف من قبل السلطات السعودية بدأت تؤتي أكلها بشكل تدريجي رغم التعتيم الإعلامي الكبير. فالمؤشرات الأخيرة تدل على أن الوضع في البلاد مقبل على تصعيد شعبي واسع ضد العائلة المالكة، الأمر الذي يوازيه تحركات مرتبكة لأمراء آل سعود لنقل أموالهم وأسرهم إلى الخارج وبأسماء مستعارة خوفا من تفاقم الأمور. التوقعات بانفجار البركان الذي تقمعه السلطات السعودية بالقبضة العسكرية دفع قائد الحرس الوطني نجل الملك متعب بن عبد الله لإصدار أمر بتحويل لواء الملك خالد للأمن الخاص وتعزيزه ب20,000 وظيفة جديدة ليضم نحو 40,000 عنصر تتلخص مهمتهم بالحفاظ على أمن العائلة المالكة وأتباعهم في داخل البلاد، وذلك بسبب تردي الوضع الأمني وتزايد النقمة الشعبية. خلاصة الأمر أن الوضع في السعودية في طريقه إلى الانهيار، بحيث تفقد عائلة آل سعود قدرتها على كبت رغبات الشعب السعودي الذي ضاق ذرعاً بتصرفات هذه العائلة التي لم تحفظ إرث الإسلام الحقيقي الذي قالت إنها مؤتمنة عليها، كما أنها لم تستطع مواكبة طموحات شعب يدرك تماماً أن عجلة الإصلاحات لم تدر منذ سنوات عجاف في بلاده الغنية بكل مقومات التقدم.